بص يا سيدي، عايزك تتخيل معايا الساعه 5 العصر والاستاد بيفتح والناس بتبدا تخش والفرقتين بيعملوا دخلاتهم. فجاه الجيم يبدا، تلاقي ايه؟ ايه؟ تلاقي محدش عارف مين هيكسب مين، بس كل واحد وليه اسلوبه في اللعب. اوبا تلاقي شلبي داخل سايب الانمي يخش ومديهم الامان. هوبا ويدور على الرابع، لقاه والخامس بوم. ليس يا معلم ليس. تقدر خمسه تاخد ايس بالظبط كده. نروح لفريق تاني في راوند تانيه خالص. فريق اسند ضد فريق رعد. اسند بتخسر من رعد وسيناريو غير متوقع. اللاعب شويه متحمس مش مصدق انه هيكسب خلاص، ويقوم من مكانه ويزعق. رعد تكسب اسند واللاعب دينايرو قاعد حاطط ايده على راسه. ما هو كسب اسند بقى. اللاعب دينايرو ديبرو ديرانيو دي بايرو دي بايرو. بغض النظر بغض النظر، اخر فرقتين بيلعبوا بعض بيست اوف فايف. فريق فاناتيك ضد فريق اسند. فريق فاناتيك بيكسب اول جيم وبعدين بيخسر. اسند بيعمل كومباك، صوت الجماهير بيعلى، المعلق بيهايبر. فاناتيك بيخسر، الفرقتين متعادلين في النقاط. الناس على اعصابها، الجماهير في حاله توتر، الاستاد كله بيحصل فيه هجوم، مفيش صوت في المكان، اصوات الكيبورد عاليه. فجاه فاناتيك بترجع الجيم، اصوات الجماهير بتعلى، فاناتيك بتكسب النهائي وبنشيل الجيم.